أهلا بيكو في سلسلة تحديات هندسية. مسألة النهاردة بسيطة جدا وفيها فكرة بسيطة وهنشوفها ازاي. عندنا في الشكل الموجود قدامك ضلع طوله 8 سنتي وعمودي عليه ضلع تاني طوله 4 سنتي وبيمر بيهم دايرة مركزها بيقع على الضلع اللي هو طوله 8 سنتي. ايه المطلوب؟ المطلوب بالطريقة دي ان نجد نصف قطر الدايرة هيبقى كام، وكالعادة هسيبكم 10 ثواني عشان تفكروا في الحل، او ممكن توقف شوية وتفكر براحتك وتشوف الحل ازاي. اهلا بيكو. زي ما هو موضح بالرسم، العمل النهاردة عمل بسيط وهنقوم بتسمية النقاط كما هو موضح بالرسم قدامك. هنصل الالف جيم، بعد كده هنسقط عمود من منتصف الف جيم حتى يتقاطع سين جيم في النقطة نون. يبقى النقطة نون هي مركز الدائرة اللي بتمر بالمثلث الف سين جيم. ليه؟ عندنا نظرية قديمة ان اي ضلع عمودي على وتر الدائرة يمر بمركز الدائرة طالما الضلع العمودي ده من منتصف الوتر، وسين جيم بيمر بمركز الدائرة اصلا ان ده معطى. وبعد كده نحط البرجل في مركز دائرة ونرسم الدائرة ونصف قطر الدائرة نون جيم، وبعد كده نمد جيم سين حتى يقطع الدائرة ونصل ألف ب. طيب نبدأ نحل المسألة. عندنا المثلث ألف سين جيم، في ألف سين بيساوي 4 سنتي وده معطى، وسين جيم بيساوي 8 سنتي وده معطى برضه. يبقى من نظرية فيثاغورس هنجيبه ازاي؟ هنربع الضلع ده ونربع الضلع ده ونجمع المربعين، وبعدين نجيب جذر الوتر اللي هو ألف جيم هيساوي 8.94 سنتي، وده طبعا من نظرية فيثاغورس من غير شرح تفصيلي ليها يعني. طيب نمرة 2، عندنا مثلثين ألف سين جيم والمثلث الثاني ب ألف جيم متشابهان. طب ليه؟ زاوية ألف سين جيم بتساوي 90 درجة وده معطى، وزاوية ب ألف جيم بتساوي برضو 90 درجة. ليه؟ لأنها الزاوية المحيطية المقابلة لنصف القطر، وعند القطر وده عندنا نظرية بتقول على طول للزاوية المحيطية المقابلة لنصف القطر بتساوي 90 درجة، وعندنا كمان زاوية ألف جيم ب زاوية مشتركة. طيب بالتشابه بقى ايه اللي يحصل؟ يبقى ألف جيم على سين جيم هيساوي ب جيم على ألف جيم. إذن نعوض بقى بقيمة ألف جيم اللي هو 8.94% سنتي على 8 اللي هو سين جيم وده معطى أصلا، هيساوي ب جيم على 8.94% سنتيمتر برضه. طيب يبقى ب جيم هيساوي، يبقى ده معادلة بسيطة تقدر تحسبها، هيساوي 8.94 في 8.94 على الكل 8، يبقى ب جيم بيساوي 10 سنتي، وهو ده قطر الدائرة المطلوب. طبعا نصف قطر الدائرة هيساوي 5 سنتي وهو المطلوب إثباته، ونراكم إن شاء الله في حلقات قادمة من سلسلة تحديات هندسية.